بعد استعادتي لمقعدي في الاتحاد الإفريقي منهيا بذلك سنوات من سياسة المقعد الفارغ، يستعد المغرب لاسترجاع مكانه في عدد من المنظمات التي روجت فيها جبهة البوليسارو الانفصالية لسنوات أطروحتها، إذ وجهت شبيبات حزبية خلال الأسبوع الجاري مراسلة لرئاسة الفيدرالية الدولية للشباب الديمقراطية الوفدي لإعادة تفعيل عضوية المغرب. وبالتزامن مع مشاركة وفد مغربي في المؤتمر العشرين للوفد في قبرص، عبر ممثلين من منظمة الشبيبة الاستقلالية والشبيبة الاشتراكية والاتحاد العام لطلبة المغرب، طالب الوفد المغربي رئاسة الفيدرالية بمناقشة إعادة تفعيل عضوية المنظمات المغربية التي تعتبر من مؤسسي الفيدرالية. وعبرت جبهة البوليسارو الانفصالية عن انزعاجها من وجود الوفد المغربي في مؤتمر قبرص، وقال عضو من الوفد المغربي في مؤتمر الوفد في تصريح اليوم الخميس إن المنظمات الشبابية المغربية الثلاثة تعقد منذ انطلاق أشغال المؤتمر لقاءات ثنائية مع عدد من المنظمات الشبابية من مختلف مناطق العالم، مضيفا نتفهم أسباب انزعاج ممثلي جبهة البوليسارو الانفصالية لأن الترويج للأطروحات المتجاوزة لا يستقيم إلا إذا كان هناك رأي واحد وصوت واحد، وهو أمر لم يعد ممكنا بعد انتخاب قيادة جديدة للشبيبتين الاستقلالية والاشتراكية والحضور القوي للاتحاد العام لطلبة المغرب. وأوضح المتحدث ذاته أنه خلال الأشهر القليلة المقبلة سيزور المغرب عدد من التنظيمات الشبابية العالمية لإطلاعها عن قرب عما يجري في المغرب، خصوصا في المناطق الجنوبية للمملكة، من أجل دحض كل الأطروحات التي تروج لها جهات تكن العداء للمغرب. وعن تقدم المنظمات المغربية بطلب إعادة تفعيل عضويتها في هذه الفيدرالية، قال المتحدث ذاته: تقدمنا رسميا بطلب إعادة تفعيل عضوية المنظمات المغربية في الفيدرالية الدولية للشباب الديمقراطية بعد 8 سنوات من الغياب، ونشكر كل التنظيمات الشبابية العربية التي تفاعلت إيجابنا مع الطلب المغربي، ونطمح إلى لعب دور طلائعي في هذه المنظمة التي ساهمنا في تأسيسها منذ عقود على الرغم من الانزعاج الكبير لأطراف معينة. يذكر أنه خلال عام 2010 خلال فعاليات المهرجان العالمي للشباب والطلبة في جنوب إفريقيا، استفز وفد من انفصالية البوليساريو الوفد المغربي بلافتات مسيئة إلى المغرب، ما تلاه تجميد لعضوية البلد في الوفد، وصفته الشبيبات المغربية بالمشحفة بسبب اتخاذ المنظمة لهذا القرار دون الاستماع إلى وجهة نظر المشاركين المغاربة، ما أدى إلى غياب المغرب ل8 سنوات عن هذا التجمع الشبابي. في موقف يؤشر على التوجهات الجديدة للأوروغواي، أعلن لويس لاكاليبو الفائز مؤخرا بانتخابات الرئاسة في البلاد أنه سينسحب من مبادرة تقودها بلاده لتعزيز الحوار السياسي والمصالحة في فنزويلا. وقال لاكاليبو إن بلاده ستنسحب من آلية مونتيفيديو بمجرد استلام منصبه في الأول من مارس عام 2020 خلفا للحكومة اليسارية بزعامة حزب الجبهة العريضة والتي قادت هذه الآلية مع المكسيك، مشيرا إلى أنه غير مقتنع بفكرة التقرب الأيديولوجي الذي ترتكز عليه الآلية، معترفا في ذات الوقت بميله لمجموعة ليما التي تدعو إلى الإطاحة بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو. ويشير هذا الموقف إلى التوجهات المستقبلية للسياسة الخارجية للأوروغواي والتي يبدو أنها ستتخلص من إرث حزب الجبهة الموسعة التي حكمت البلاد لمدة 14 عاما، اتخذت خلالها الأوروغواي عدة مواقف تعكس إيديولوجيتها اليسارية كدعمها لنظام نيكولاس مادورو في فنزويلا والنظام الكوبي، ووصفها للأحداث الأخيرة التي شهدتها مؤخرا بوليفيا والتي أدت إلى استقالة الرئيس السابق إيفو موراليس
بالانقلاب، وأكد اعترافها بعد أشهر من وصول الجبهة الموسعة اليسارية للحكم سنة 2005 بجبهة البوليساريو ومرافعتها خلال عضويتها داخل مجلس الأمن سنة 2016-2017 عن أطروحتها. وكانت الأوروغواي والمكسيك قد طرحت مبادرة تقترح إنشاء آلية حوار من دون شروط مسبقة من أجل تسهيل التوصل إلى حل للأزمة السياسية التي تعرفها فنزويلا. وتنص المبادرة التي عرفت إعلاميا باسم آلية مونتيفيديو على اتخاذ 4 إجراءات لتسوية النزاع، تشمل الإطلاق الفوري للحوار الخاص بتسوية الوضع الداخلي في فنزويلا وبدء العملية التفاوضية ووضع اتفاق مناسب واتخاذ الخطوات الضرورية لتطبيقه، وهي المبادرة التي حظيت بموافقة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو. حل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الخميس بالمغرب في زيارة رسمية تكتسي أهمية بالغة وتؤكد الزخم القوي الذي يميز العلاقات الثنائية، وأكد الإرادة التي تحدو بين البلدين لتأسيس الشراكة الاستراتيجية متعددة الأوجه التي تجمع بينهما. وكان في استقبال مايك بومبيو لدى وصوله إلى مطار الرباط سلة على الخصوص وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة والقائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط ديفيد غرين. ومن المقرر أن يجري وزير الخارجية الأمريكية مباحثات مع العديد من المسؤولين المغاربة، ووفقا لوزارة الخارجية الأمريكية فإن بومبيو سيستعرض خلال هذه الزيارة الشراكة الاقتصادية والأمنية القوية بين واشنطن والرباط. وكان بومبيو قد وصف المغرب عشية هذه الزيارة بأحد أقوى شركاء الولايات المتحدة في المنطقة، مبرزا تطلعه إلى استعراض الشراكة الاقتصادية والأمنية القوية بين بلدينا ومناقشة مجالات التعاون المستقبلية. اختتمت بالرباط أعمال الاجتماع المشترك بين المغرب وقطر لدعم وتعزيز التعاون في المجالات الأمنية، وذلك برئاسة كل من عبد اللطيف الحموشي المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني وسعد بن جاسم الخليفي مدير الأمن العام في دولة قطر. ووفقا لما أوردته قصاصة لوكالة الأنباء القطرية يوم الأربعاء، فقد جرى خلال الاجتماع استعراض تطوير آليات عمل تنفيذ الاتفاقية الأمنية الموقعة بين البلدين في العام 2014 وتبادل الآراء ووجهات النظر حول التحديات الأمنية على الساحتين الإقليمية والدولية وسبل مواجهة تلك التحديات. وأشاد المسؤول القطري في تصريح صحفي بهذه المناسبة بالعلاقات المتميزة بين دولة قطر والمملكة المغربية الشقيقة على كافة المستويات وخاصة في المجالات الأمنية المتعددة، وأكد أن مكافحة الجريمة وتعزيز الأمن على المستويين الإقليمي والدولي يتطلب تضافر كافة الجهود والسعي نحو تعزيز العلاقات بين الأجهزة الأمنية المختلفة خاصة في ظل التطور الكبير للجريمة العابرة للحدود، مما يقتضي تفعيل أطر التعاون الأمني وبذل الجهود المشتركة لتحقيق الأمن والاستقرار وتصدي لمختلف أنواع الجرائم. أشعل مشروع خط القطار الفائق السرعة المرتقب إنجازه بين مراكش وأكادير صراعا خفيا بين فرنسا والصين اللتين تحاولان الفوز بصفقة إنجاز أكبر مشروع استراتيجي بجهة ثوث ماسة. الصراع حول المشروع الذي كان يجري في الخفاء بين بكين التي تحاول إزاحة باريس من خط المنافسة على الفوز بأكبر مشاريع مستقبلية بالمغرب طفى إلى السطح وبرزت ملامحه مباشرة مع إعلان الرباط اعتزامها بناء المشروع المستقبلي TGV الرابط بين مراكش وأكادير. وفي هذا الصدد كشفت صحيفة فرنسية معلومات من خلال رسالة وصفت بالسرية موجهة للعاصمة الرباط،
تتحدث عن الضغوطات التي تقوم بها الصين تجاه المغرب بخصوص إقامة مشروع الخط الفائق السرعة بين مراكش وأكادير. وحسب ذات المصدر فإن الصين راغبة في الفوز بصفقة إنجاز المشروع الضخم، وتشتغل عليها منذ مدة طويلة مستعينة بخدمات شركتها العامة China Railway Construction المتخصصة في بناء البنية التحتية للسكك الحديدية. وسبق للمدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية ربيع الخليع أن أكد توقيع المغرب مذكرة تفاهم مع الصين سنة 2016 تهم التكوين في مجال السكك الحديدية وشراكة في الدراسات، موضحا أنه لم يستقر حينها الأمر على الشريك بين الصين وروسيا وفرنسا. وجاء في محتوى الرسالة السرية الموجهة إلى الرباط ونشرتها موند أفريكا، فقد وضعت بكين نفسها وراء الكواليس عبر شركتها العامة China Railway Construction المتخصصة في بناء البنية التحتية للسكك الحديدية، وبأن الأسعار التنافسية والتي يقدمها الصينيون بالإضافة إلى الضغط على الملف قد تجعل المهمة صعبة على الفرنسيين ويضعهم في ورطة حقيقية أمام المغاربة. واعتبرت ذات المصادر أنه على الرغم من الرحلة الأخيرة لوزير الخارجية الفرنسي جون إيف لودريان إلى المغرب، إلا أن تعامل الرباط مع الصين في الملف زاد من حدة التوتر بين فرنسا والمغرب، خاصة وأن فرنسا مولت 51% من أول خط فائق السرعة الرابط بين الدار البيضاء وطنجة. وأشارت ذات المصادر إلى تلك التطورات دفعت وزير الاقتصاد والمالية الفرنسية برونو لومير إلى تأجيل رحلته إلى المغرب للمشاركة في ندوة دولية حول القطار فائق السرعة البراق. وشكلت الندوة الثانية حول القطار فائق السرعة البراق رافعة التحولات متعددة الأوجه التي نظمت الأسبوع الماضي تحت الرعاية السامية للملك محمد الثالث من قبل المكتب الوطني للسكك الحديدية وبشراكة مع الاتحاد الدولي للسكك الحديدية، مناسبة لعرض حصيلة سنة كاملة من دخول البراق للخدمة باعتباره وسيلة نقل مستدامة، وأيضا لعرض تجارب بلدان أخرى في هذا المجال.